عليه وسلم ابنها وزيرك وزارة الحريق قرياشي يعني ما الدستورك مسؤولية كليك الدول ومذيع هاي بدأ بين كهانك وريا جمهورية الشمال لأن عبد الرحمن عوالي إيو مدنك كلمة دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم قادنا يا وزارة الحريق قرياشي يعني ما الدستورك برنامج كان أمام مشروع عن برشاد الدستورك وأنا أقول لك أن المهم أن برشاد الدائرة هي مربى سوكريسة سيدات الغشاية كويدا شاي لغادي يكون بامانتا وكانغارا أما لغادي يكون يكودي مركيلو رديني كان أرتاس مسؤولين وين يسكسر وغادي يكونوا جمهورية الشمال المدرب وصبيحي إن وكرتيو إن وزعيم دستور وزارة راعية أنا أسمعه كمقدرية. إنت ما تلاقيه ما دستور كير. والله قبل ما يروح هو دستور يهي وحير يدبر يميثاق وما دي السماء يسطو وحير كلنا كفر عمان دستور كان مرحلة ده بدل بصومر. وحصومر أي ومد سومار اللي مركيا أي سوت ميش البلد كي بورمي صدحية سقاشن كي وأفر بلوش كاس السعودي ما ينال الحين واحد ميثاق وما ده ما ينال سمي سمي شركي بروحه تضرب قدر بقى وما تقول شيء شركي بيلها بيلها سمعنا نسوي ما دين تضرب قدر بيقول شيء مركو حيرة ما ينال سمي سمي مركي هالكلام يسوي مي أيا odayaashii dhaqanka shirka gacanta ku hayay waxay saareen gudi aqoonyahannadii iyo siyaasiyiintii madasha joogay waxaa la yidhi balla kaalaya ummadani wax ay xeer u noqon karaan iyo miisaan goob joog baanu hayna anigii iyo cabdiraxmaan oo cali faarax labadooduba rag qamaamuur ah oo yahano waaweyn baa loo saaray waan filayay inuu cabdiraxmaan ku jiray waxay soo sameeyeen axdi qarameed ككوبان صدّم قدر، أوجان قوينة يا دوّر دوّر بالغية شيء قاب كحتى نسمع تقولي دي ماذا إنه قاضنا هنا أي نقول إيشو من نظام مدح توي إنه قاضنا هنا من نظام رئيس الوزراء إلى يشان أركتيو شن ملح وينه أو مرتاب حتى كتير مركا مركي قولها شوينة اللي يقول عليه قاب كي أي الله يسكت صغر يا حتى قرمات كي لا بد أقول حتى ترى ذا إيمان تيجي هو كيراية مشان يتضوات ربي هاي حلقة وحل اسمي حلقة ربي صوت القضاء أو قبل اسمه في الدولة التشانغوينية أو أبوت القيبينية كتب وحلو بحضين أحد قرارات كان يقولون هاي وحير دستور بلو بحضين بحوين محمد حاجي إبراهيم العقال يدولة كما لحظة هاي المدحوين بحوين كعبد الرحمن وعالي فارح أيام دستور يبنى أبيي. فحوين العقال وحو نخ خبيرك كان ودك السودان والدستور رضا متخصصي دستور بوسمي خبير كاسي. قولي وكيل هذا أو أن كم بدها أنا وأنا وحنا سمينا أنا وأنا الدستور. قلت بان شن يطبعنا على سمي كم بدنا هاي قلت جاس دستور بان أنا وأنا سوامي. لبدي دستور أو سمي سنر ما يستران أي شيء وينه 97 كي مجالنا هرجي صار يشوفوا كأنه كتبنا حلاو مجا عاوي جود مدي صلا بدع دستور أو ميد ولي بروح كون أكسي كسوق عطا ولا تداري أورن ما يعني وشار من تشي وها فجارة عن كني لين متشين حسي إيش وها هاي وح أقول لي شو كأنه وح لباهيو نين خبير بدياري منا حبنو برمتيريان وهو ضد بدن لتشغي وأقوية هن عسومي باسمي تصدر كاشوف ما تكوكوبي صدح قيبوت أحد قرامات كي بوربي أقوية هن دي سياسي تسمعيين بدي وحلق السوق عطي مبادي ده أساسي قال شنطة قيبوت الدستور كا قيمتك هو وحكا هذا شا حقوق ده
iyo mabaadi'da asaasiga bay ka hadashay waa qaybta qarannimada calanka astaanta xuquuqda muwaadiniin waxaasoo dhan ka warramaysa axdi qarameedkii booramaye aynu ku heshiinay beelaha somalilan ayaa laga soo raray qaybinta awoodaha na labadii dastuure kale ayaa xooggoodii laga soo qaaday dastuurkaasi maaha shaar min toshay maskax iyo aqoon badan buu ku midaysan yahay waxaa uu ka koobayay diinteenii dhaqankeenii iyo nidaamka dowladnimada casriga ee dunida si kale markaan u dhigo wuxuu isku jiray dhaqankeenii iyo dowladnimadii oo waxaynan aada u baranay maaha nidaam maaha xeer laynoga soo waariday dunida reer galbeedka waa midaynu inagu isku dhilay dhaqankeenii iyo dowladnimadii masalan in labadaa la ysku waxeeyo wax badan oo halkan laga hadlo oo badan aynana waxbaa saa inooga qalloocan warraba nidaam oo adag baynu isku jilla oo ah dhaqankeenii asalka ahaa ee ka soo farcamay reer guuraannimada inkastuu sidii marwaadna aadan ay tiri iyadoo ku maadsan aynu xeer lahaan jirnay oo qoysku xeer lahaa oo qabiilku xeer lahaa oo dadku xeeraray ku kala baxaan lahaan jireen haddana dee dowladnimaduna nidaam bay leedahay waxaasaynu isku jilaynaa marka ma sahlana tacaakufkeeda iyo iswaafajinteedu waxaan leeyahay wax weyn baa inoogu qabsoomay afti baa loo qaaday dib baa mar loo furay labadii kun si uu kirsacasheegayay hawl badan baa ka qabsoontay xitaa in la bedbedelaa ma sahlana procedureka loo marayaa waxaan ku soo ururinayaa waxaan u baahannahay waa bogaadinaya wasaaradda waxbarashaduna in wasiirka halkan ka ballan qaaday in dastuurka la barto waxbaa badan kaga talax tegi mayno hadalladii siyaasadda ee halkan laga yidhi waxay la tahay qof waliba kaskiisu kor tagaa marka taana intaas baan ku soo ururin lahaa aada iyo aada baa u mahadsantay wasalaamu calaykum.